مصاب بالضجر اشتري مشكلة، ارسل دكاش والتفاصيل. عادة منقول كل شخص همه على قده، لكن يبدو أنه في ناس ما عندهم أبدا هم بحياتهم ويومياتهم خالية من أي تحدي، لدرجة أنهم صاروا بيشتروا حتى المشكلة. كيف؟ قد تبدو فكرة تأسيس شركة لبيع المشاكل فكرة عبثية، لكن هالشركة السويسرية أطلقت موقع إلكتروني بيسمح للأشخاص اللي عم نحكي عنهم أنه يشتروا مشكلة ويكسروا وتيرة الملل بحياتهم. المشاكل بتنباع بين اليورو والخمسمائة يورو حسب صعوبتها. فيك تشتري مشكلة هينة شوي أو كتير صعبة، وبيستمر التدرج للوصول إلى مشكلات فعلا مستعصية، يعني كل الاحتمالات والخيارات موجودة وعلى الشاري هو يختار. صحيح أنه هالفكرة رح تكون ردة فعل البعض عليها السخرية والاستهجان، وكمان رح يحاولوا يتأكدوا من حقيقة الفكرة وأنه منا مسحة، بما أنه ما حدا بحب أبدا يكون عنده مشاكل بحياته. لكن صدق أو لا تصدق، أصحاب الشركة قدروا بعد 3 أشهر من تأسيسها أنهم يبيعوا أكثر من 750 مشكلة متراوحة الأسعار، وبيشيروا إلى أنه معظم الزبائن هن نساء من ألمانيا على درجة عالية من التعليم. يبدو أنه هدف شرائهم للمشاكل أما لتعبئة الوقت أو حتى يصير عندهم خبرة معقولة تفيدهم بالمستقبل بحال وقوعهم بمشكلة حقيقية مش هن شارينها.